العائلات المغربيه مازالش تسنى، مازال ما تشاصلاش بالعائلات ديالها، ما عرفاش واش ميشين ولا مازال حيين مخلوعين عليهم. اذا من هذا المنبر شنقول رئيس الحكومه سي بن كيران انه ينوض يدير واحد الوقفه وينوض يقلب على دوك الناس ويدير واحد التنسيق مع السلطات ديال السعوديه باش يقدر يطمئن هاد الناس المغاربه اللي هما محتاجين انهم يعرفوا عائلاتهم واش ماشوا ولا حيين. الا كانوا حيين مرحبا يجيو يعرفوهم ويطمئنوا، كانوا ميشين يجيبوهم ويدفنوهم وهكذا غيشنوا ما يبقاوش مشطورين.